لا يا س... ليلى فين؟ طب تعالى نتكلم جوه. مفيش كلام. بقول لك ليلى تنزل دلوقتي حالا وتروح يا مراد. مراد؟ هي ايه الحكاية؟ لا حكاية ولا رواية يابا. ليلى فين بقول لك؟ ليلى! ليلى! سلامة! سلامة يا حبيبي سلامة! سلامة! خلي الكلاب بتوعك دول يطلعوا جيبوها بدل ما افجر نافوخك. بتعمل كده عشان واحدة؟ اخرس! اللي بتتكلم عليها دي ليلى بنت حتتي. يعني ضفرها برقبتك ورقبة اللي خلفوك. يا وسخ. تتشطر على النسوان وعامل لي فيها كبير. ها؟ الكبير كلامه مع الرجالة يابا. وهو أنا كنت لقيت لها راجل وما كلمتوش؟ ما أنت لو راجل كنت عرفت. بس أنت بتتعامل مع النسوان وكلامك كله مع النسوان. على الحرام من ديني اللي أعمل معاك الغلط. اللي بتعمله ده مش حلو. أنت كده بتخلق عداوة بيني وبينك. ارجع! بس! ارجع! 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 ارجع بدل ما أفكر نفوخه. إيه؟ خلي السنيورة تطلع تندهها. وأنا؟ اطلعي هاتيها بسرعة. طيب! يا سلام، مش حلو اللي بتعمله ده. احنا في النهاية ملناش غير بعض. طب ما من الأول. تعالي معايا يا ليلى، تعالي. طب نزل السلاح. نزله حبيبي. خلاص؟ السنيورة ايه؟ ايه؟ لسه برضو؟ خلاص؟ خدت اللي انت عايزه؟ بس خلي بالك يا سلامة، اللي حصل ده مش كويس ومش هيعدي على خير. مين قال لك اني اعدي؟ انا لسه ما خدتش حقي. كل ده وما خدتش حقك؟ امال انت مفكر ايه؟ وانت تيجي كده تاخد بنت حتتي وتحبسها عندك والموضوع يعدي عادي؟ بس اقول لك ايه؟ انت فرفور ما تعرفش ولاد البلد بيعملوا ايه؟ اقول لك انا هدعي لك ان شاء الله ربنا هيدخلك فسيح جنته. اوعدك ان احنا هنتقابل في جهنم وقريب قوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سلام. يلا بيت. ماشي. سلامتك. يلا تعالي حبيبتي، تعالي معايا. سلامة. ما تقوليش أي حاجة خالص. خايفة. ما تخافيش يا بت. أنت هنا وسط أهلك وناسك. هنتكلم بعدين. يلا يا ليلى. تعالي معايا. أنا مش عارف أشكرك إزاي على اللي أنت عملته يا سلامة. ده كتير قوي. اللي عملته ده العادي. ليلى دي بنت حتتي ومتربية معايا. يعني زي أختي. بس خلي بالك. لو ليلى جت اشتكت أنا عايز أعمل لك. لا ما تقلقش. دي في عينيا. القوي هو اللي بيسامح.
واضح. واضح. لا. لما ليلى تسامحك الأول من أصحابه. سامحني كنت ضايقتك، سامحني يا عمر، ربنا يخليك ليا. قوم بالسلامة بقى عشان خاطري يا عمر، قوم بالسلامة. أول ما صحيت قلت مش هتحرك ولا هروح الشغل غير ما أفطرك وأفطر معاكي. من هنا ورايح مفيش تعب ولا حركة لغاية ما تولدي، وأي حاجة تعوزيها إحنا نجيبها لك. ربنا يخليكي ليا يا رب، بس أنا مش عايزاك تتعبي نفسك. تتعب نفسها ده إيه؟ وإحنا عندنا كام ليلة في الحارة؟ سلمى كمان؟ عايزة أروح أشوف أبويا بس. أبوكي نايم، أنا وسلمى هنا من الصبح طبخنا لك وعملنا لك البيت وكل حاجة، أنتِ ما تتعبيش نفسك وما تشغليش بالك. يلا بقى. يا خرابي على دي بت، انا مش مصدقه بتموت في النكد. ايه يا ماما في ايه؟ بدل ما تفرحي وتقولي الحمد لله ربنا رزقني بنات حلوين زي القمر كده صحابي. طب يلا بقى نفطر وبلاش بقى سحواكه بقى يلا.